لماذا تضع يدك القوية في المقدمة؟ مارست تمارين الأودي على هذا النحو. نمارس الملاكمة هنا وليس تمارين الأودي. قلد ما أفعله. أبقي قبضتك اليسرى وعينك اليسرى في خط واحد وأرخي قبضتك اليمنى. إنه مضحك. ما المضحك في الأمر؟ احذروا قبضتي. بروس عزيزي، هذا المكان ليس للعب. ما الذي تعنيه بذلك؟ هاي بلير، اخرج، اخرج من هنا. دعنا نتابع، هيا. انا قلقة جدا. قلقة مما؟ ارى بانك لست سعيدا. انا لا اريد رؤيتكما تتقاتلان بعد الان، فقد يقع مكروه ما عاجلا ام اجلا. اتطلع لتلقين هذا التافه درسا. لا، بروس ليس تافها، صدقني بلير. ما رأيك لو أني دعوتكما لتناول طعام العشاء معا ونتحدث لاحقا؟ هناك الكثير من سوء الظن بينكما. نتناول طعام العشاء معا؟ لا، لا أظن ذلك أبدا. ما رأيك إذا بالذهاب لمكان ما، مقهى أو قاعة رقص، أي مكان، سنسحب جونز معنا، ما رأيك؟ حسناً، أنا موافق لأجلك. ما رأيك الليلة؟ حسناً، أبلغي جونز وبروسلي وسأتي لاصطحابك. بروس، بروس، انتظر قليلاً بروس، انتظر، انتظر بروس، انتظر. ما الأمر؟ ما رأيك لو خرجنا الليلة معا؟ أظن أنك أسأت فهمي، لا أريد رؤيتك هكذا، تبدو كمن يفكر بالدخول في عراك كل يوم. بالفعل هذه رغبتي، خاصة حين أرى بلير. بروس، أنت لا تفهم بلير، إنه ليس بهذا السوء، بالإضافة إلى أنك أسأت الظن بي أنا أيضا، في الحقيقة أنت الوحيد الذي يميل له قلبي. هل هذا ما تريدين قوله؟ أريد منك ومن بلير وجونز الخروج معا. بلير راغب بالذهاب إلى نادي تشاتشا برفقتك. لا أريد، أنا لا أرغب بذلك. أخبريه بأني لن أذهب ما لم يأتني ويتوسل إلي. اسمعيني إكسمان، لا تذكر بلير أمامي مطلقا، هل هذا واضح؟ سيسقط أمامي كطفل صغير. وداعا.